حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أفادت تقارير صحفية بأن ملف العمالة الأجنبية غير النظامية في العراق باتت تشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للمجتمع العراقي في ظل وجود عشرات آلاف العمال الأجانب في البلاد. وفتحت التقارير أنباء اختفاء نحو 50,000 باكستاني أو 50,000 باكستاني في العراق ملف العمالة الأجنبية مجددا، حيث يدخل آلاف الأجانب إلى البلاد بطرق غير قانونية وتعمل تحت وصاية ورقابة من مكاتب تشغيل تتجاوز على القانون. يذكر أن معظم العمالة الأجنبية في العراق تصل من دولتين هما بنغلاديش وباكستان، ويدخل هؤلاء العمال إلى البلاد عبر إيران. أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن الصناعات التحويلية في العراق ما زالت تعاني العديد من التحديات. وقال رئيس المركز فاضل الغراوي، قال إن العراق احتل المرتبة 82 من بين 126 دولة في مؤشر الصناعات التحويلية الصناعية، مضيفا أن العراق يمتلك 4,000 مصنع متنوع، منها مجموعة من المصانع الخاصة بالصناعات التحويلية، إلا أن أغلبها متوقفة بسبب سوء الإدارة والتخطيط وعدم تسويق ودعم المنتج الوطني. أعلنت وزارة الزراعة فتح باب الاستيراد لسبعة محاصيل تزامنا مع زيارة الأربعينية. قالت الوزارة إنها فتحت باب الاستيراد لسبعة محاصيل أساسية، من بينها الطماطم والبطاطا والخيار والبصل، إضافة إلى الخضر الأساسية، بعد توقعات بزيادة الطلب على المحاصيل ولضمان عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. احتل العراق المرتبة الثانية بعد روسيا باستيراد الفواكه التركية خلال النصف الأول من العام الحالي. قالت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في البحر الأبيض المتوسط، قالت إن العراق قد أصبح ثاني أكبر مستورد للفواكه من تركيا بعد روسيا، مشيرة إلى أن صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة تستحوذ عليها بشكل رئيس دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.